لمزيد حول الموضوع ينضم إلينا من الدوحة السيد أحمد كسار الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي. مرحبا بك أستاذ أحمد. بداية، لماذا قبيل كل انتخابات نشهد انهيارا أمنيا في العراق؟ أهلا بك. حقيقة هذا المشهد أو هذا التوقيت قد تعود عليه العراقيون منذ بدء الاحتلال والعملية السياسية الجارية المرتبطة بالتفجيرات وتزامنها مع الأنشطة التي تقيمها الأحزاب السياسية، فضلا عن دخول الميليشيات والجماعات المسلحة على الخط مما زاد الطين بلة. لذلك نرى أن الجثث والأشلاء والدماء والموتى والقتلى والجرحى يعني تتزامن مع كل نشاط سياسي يقام به في العراق قبله وأثناءه وبعده. إذا كان الإرهاب قد قضي عليه في العراق بحسب تصريحات العبادي، إذن من ينفذ هذه التفجيرات؟ نعم، هو هذا السؤال، يعني للحكومة، أنتم أعلنتم القضاء على داعش، فمن الذي فجر اليوم؟ لم يبقى إذن أمامنا إلا خيار واحد نشك فيه، وهو خيار الميليشيات المسلحة. هي القوة الضاربة الآن في العراق، وهي المسيطرة حتى على القرار السياسي، وهي التي لا تستطيع حتى الحكومة أن تقول لها لا. ولذلك الميليشيات هي المتهمة اليوم بهذه التفجيرات التي، وخاصة مع أنشطتها السياسية من تحالفات وغيرها مع الحكومة. بنفس الوقت الصراع السياسي حامل وطيس وهو محتدم، ما الأسباب الحقيقية لانهيار تحالف العبادي الأخير؟ هذا التحالف قد انقطع على بعضه بسبب تهم فساد إدارية ومالية وخيانات مبيتة أولا، فضلا عن اللغط السياسي الذي جرى في كيف تضع الحكومة يدها بيد الميليشيات حتى وإن تسمت بأسماء أحزاب سياسية. ولذلك هذا السباق الانتخابي أو الاستعداد الانتخابي الذي يهمه هو ضياع الأصوات ولا يهمه ضياع الأرواح. لذلك نجد هذه التحالفات الجديدة من السياسيين التي أودت بتصرفاتها ما حدث في بغداد اليوم. من يتحمل المسؤولية عن إزهاق أرواح العراقيين الأبرياء؟ الحكومة الحالية والقائمين على العملية السياسية بمختلف مراحلها والذين ينوون الدخول في العملية السياسية الجديدة، إذ لا إقرار بسبب هذه التجارب على البشر التي لم نحصد منها سوى الدماء. فلذلك اليوم نجا السياسيون وهلك صاحب البسطية وعامل النظافة والعمال الصناعية والكاحلين والعاطلين في شوارع بغداد. إذا كان هذا التحالف قد، يعني ربما نقول أنه قد تصدع، النائب عن التحالف الكردستاني ماجد الشنكالي قال إن قائمة العبادي تظهر سطوة إيران على سياسة العراق. هذا التحالف دكتور أحمد، إلى أي مدى ترى أن إيران قادرة على لملمته؟ هو فعلا المنطقة والإقليم يشهد تشنج سياسي، ولذلك ما يصرح به في هذا المجال هو عين الحقيقة. بغداد متورطة بمشاكل سياسية، واليوم تتورط بمشاكل أمنية بعد استقرار هش مزعوم وإعلان على انتصار على الإرهاب فاضح لم يصدقوا في كل ما قيل. واليوم نرى التفكك على مستوى كبار المتحالفين السياسيين يصل مداه، ونجد أن هؤلاء التوجه نحو، مثلا نقرأ لأحد السياسيين اليوم يعزي مقتل بحارة إيرانيين ويتجاهل تقديم التعزية لضحايا بغداد الذين بجنبه. شكرا لك دكتور أحمد كسار الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي، كنت معنا من الدوحة.